أيضا قال توكل كرمان الحائز على جائزة نوبل للسلام إن تصويت اليمنيين في الانتخابات الرئاسية يمثل انتصارا للمرحلة الأولى من ثورتهم، وأن ما يجري تدشين للمرحلة الثانية. وأكدت كرمان عقب الإدلاء بصوتها أن اليمنيين يسجلون فرحتهم اليوم ويحددون مستقبل بلادهم من خلال صناديق الاقتراع. اليوم يفرح اليمنيين بالصدق، اليوم يساهم اليمنيين بالصدق داخل هذه الصناديق ليحددوا مستقبل بلدهم. هم يقولون الآن عبر مشاركتهم عبر هذه الصناديق بأن اليمن الجديد الذي ضحينا من أجله، التي لأجله دفعت الثورة كل تلك الدماء وكل تلك التضحيات، أننا قادرين على بناء هذا البلد. اليوم اليمنيون يقولون لرئيس الرئيس الانتقالي ورئيس الحكومة الانتقالية، نحن بمحض إرادتنا دعمناكم وساندناكم لكي تديروا هذه المرحلة الانتقالية، ونحن من سنراقبكم ومن سنسقطكم في حال أخطأتم الطريق وفي حال لم تقوموا بتحقيق الأهداف الثورة الشعبية.